الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا الحكمة واجعلنا من الراشدين. تفسير سورة النور آيتي يانزا درسي سهمانا لا درسي رابردو بيشتريش باسي حكم زنا كردن وهروا حكم قذف واتا تومتی زینا کردن و دائم پیسی دانا پال خلق چونا چتاوانه چی گوریا و هر واحا سیم شتیش که باس من کرد حکمی تومت بار کردنی خیزانی خود بزینا اوشیان چتاوانه چی گوریا و درچون لی چونا و حکمکی چونا و حلکی بریتیالا چی اوانا من باس کرد اما نهمو یکو مقدمه یک بو استا نمونه چی واقعی لسر أمس قاعدة باس مانكرت باس ذكرت باس مانكرت تاواني زينة چن قوريا و باسش مانكرت كسيك تومتي زينة بداتا پال كسيكو چوار شاهدين بي اوا دبي هشتا جلدي لي بدري شاهدي قبول ناكري و هروها بفاسق حساب دبي استاني مونيكي واقعي لأرادة هيا قرآن باسي دكا بمان او نمونيش كارسات براستي بلهم بخير ورحمة وبركتي جي قولك وتعيهات فرودقار دفرمي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم براستي اوانيكا او درويا وكو كردواري دل الشاخ داريان هل بست هينايان وبلاويان كردوا كو مالك من لخوتان لناو مسلمانان بون او بزميان دروز كرت كم درو الافك افك بريتيا لا يعني اشتكى سراو بن بيتو هل قريتوا يعني الراستية كهل قرينيوا بيدو تري إفك يعني مقلوب استا حقيقتي كان هل قران دو صد لا صد أو حقيقتي في وسط بدايتي من دران عائشة رضي الله عنها يقول لي تدرويك بن ب للاين كومال إلى منافق ومسلمان إيمان لاوازة وحل بسترا بران برد دايش إيمان داران تومتي زنا بنا بخوا أصل قصة كتشونا برا كانم عايشة رزاي خواي قوري لي بدا فرمي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام عادتي وابو كبو سفرك بو شوينك رويشتبا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج له خرج لها أخذها معه في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كبو سفرق رويش باق قرعي ذكرت لنيوان خزانة كاني لقرعة كنايو چي درچوبة أبي دبر لك الخوي بو سفرك فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو غزاق رويش غزوي مريسيع خد بني المصطلق فرمي قرعي كرناي من درشو ناي عائشة رضي الله خير لبه فرمي لقلب يا عمري قارو يشتم صلاة وسلام خير للسر به كاتك تواب غزاك وقراي نوا وزور ما نما وبقينا مدينة شوا في عمري خوا عليه الصلاة والسلام فرموي بم شوا ناتشينا وناوشار ليرة للرجال عددين أمشوا إسراء حدكين زور رويشتوين إسرا حد دكينو بياني كالخو هالساين دقارينو بو ناوشار فرمي أم حادثيش أم بسرهات الدواي فرزبوني حجابو سرتا حجاب بالا بوشي فرز نبو لسر آفرتان دواي فرز كرا دفرمي كفرز كرا پیاو آفرد نبینه و نه ناسید با چکا خوی دا پوشی و لسر و تاخواره و نزانی چه دفرمه عادتی جوابو آفرد
بهوی لوتکی حیا و شرمیانه وا ندهاتن لقلب پیوان تی قلبن بلکو لناو هودج یک داده بو لسفرکه هودج یک جاویک ک لسر پشتی حشتر دادند را وکو غرفه یک بیت لپروش دروز دکره دفرمیم من لناو هودجکی خون بوم لسر وشتر کم فرمي كلامان دا شو بياني بيش اوي كا دس كين برويشتنو او شوية نجي بيالين تاوكو شو يعني هر تاريك جاري روناق نبوتوا فرمي منوكو مروفك بيوشتن با قضاء حاجة هبو بيوشتن با سراو هبو رويشتن بو سراو كردن سراوي چي لدشت خو اولی نبود توالتی لبتو آبدستی لبتو چه تجربه کنه دور کوتاه لجیش که دور کوتاه رضای خواهی جوری لبه فرمی دور کوت ما با قضای حاجتی خم دوای کجرا ما گیشت ما لای معسكر که آبدستم با سینگم برد ملوان که کم نمابو ملوان که کم پیو نمابو و تملویا او شوینه که بوی چوم لویلیم کوتبه پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه وسلم خوی که پیاوه کان اذا ذهب المذهب ابعد پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اخوه گوری سر به کچو بابو دست با او گیاندن لدشت اوانده دور دکوتو تا چاو نیده بینی ایده بی افرتی چی وکو عایشه رضای اخوه گوری لبه چنک دور کوتبه توا وی کز لما عسکره که نیبینه فرمی که سیر مکرم ملوان که کم نما و گرام و بدوای ملوان که کم دابوی بیدوز ما تا هات ما جاریش تر با معسكر معسكر لیو نما کس نما ای چون نیان زانی چون جیان هشت دفرمی هر وایان زانی و من لناو کجا و کی خوم دم و وشتر که منیان راچ شاو رویشتون نیان زانی و که من لناو کجا و کم دانیم فرمی منش بیرم کرده و چی بکن باشه؟ بکو مشون یعنو بروم آخر بطنها آفرته بکوی تره بروا و جا لکام ریو رویشتون نه و تویتم باش و لشوینی خوم لو شوینی کلی رویشتون با هر لوی دابنیشم اکید استا دگرین و بدوی من دا بوی اندر دکوی کمن یعن لگل نیمو دگرین و فرمی بیتا قد بو مخافتم خوارد خوم لکود که بخبر هاتم لدنجی پیاوک بخبر هاتم هر دل اینا لله و اینا الیه راجع اینا لله و اینا الیه راجع چکاتی گوشه دوتری لکاتی مصیبت ده یچیگ لا صفانی کوری معطل صحابه چی بریزی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام پیغمبری خواه عادتی وابو صلاة و سلامی خواه گوری لسر به دائماً لا پشتوی جیشکا معسكرکا لا پشتو کسانی چی دادنا دی فرمو اگر معسكر رویشت ایو بدوا و داور نکشتیک بجیب مینه یا نکسیگ لدوا و رابط ایو دورن بوی با پلبین خبر من بدنه صفوان او کسبو که پیغمبری خواه دای نابو لا پشت معسكرکا دور کده دبینه عایشه رضای خواه گوری لبه فرمی پیش اوی حجاب کم منی بینی بو بوی استا منی بینی و من خوم لیکوتو بس با انا الیلله و انا الی راجعونی او بخبراتم فتخمرتو بپلخی مارا کم کردو خومم دا پوشی فرمی والله یک کلمه چیه لو پیاوان نم بیست یک قصه چیه لگلی نکردم بس او نبی وشترکی خوی بو خستم سردستی ها اما کاته کدشینا سوزده و چون دادین او با سوزده دارن. وشتر آواه لسرتا دو دستکانی دادنت پیشوی دادن لسرتا انجا دوای پشتوشی دادنت. فرمی بس آن ده چی کر صفوان وشتر کی بو نشاندم خستی انجا
منش زانیم بۆ من وادەکە سوار وشترەکە بووم بێ ئەوەی یەک کەلیمە بڵێ بێ ئەوەی منیش یەک کەلیمە بڵێم فەرمێ لە پێشەوە ڕەشمەکەی بۆ ڕاکێشام و هیچی ناڵێت دەڵێ ڕۆیشتین وردە وردە گەیشتین نزیک بووینەوە معەسکەر دیسان لایان داوە فی حەر الظهیرە لە گەرمای نیوەڕۆ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لەگەڵ سەحابە ناتوانن بەو گەرماییشتر ڕێگا بکەن لایان داوە فەرمێ وردە وردە منیش بە سواری وشترەکەوە سەفوانیش ڕای دەچێشێت تا گەیشتینەوە مەعەسکەر کە لە مەعەسکەر سەیریان کرد ئەمە عایشەیە ئەمە چی یعنی چی لەگەڵ سەفوان دەفەرمێ چوار کەس تووشی فیتنە بوون شەیتان یەکسەر فێڵی لێکردن یەکێک لەو چوارە کە سەرکردەکە بوو سەبەبی فیتنە و ئاژاوەکە بوو چێ بوو عەبدوڵڵای کوڕی ئوبەی کوڕی سەلول ڕەأس المنافقین سەرکردەی منافقکە جا دائیمەن ئەو فیتنانە منافق دروستی دەکا موسڵمانی ساویلکەش پێوە دەکا ئەویش توش دەبێت باوەڕ دەکات سەفوان کە دیتمی ئێمەی دی وتی دڵنیام نە عایشە لە دەستی ئەو ڕزگاری بووە نە ئەویش لە دەستی عایشە ڕزگاری بووە قسەیەک کراشتێکی وابیست بەس تێنەگەیشتمە بەستی چییە چەی تریش مستەح و هەروەها حەسانی کوڕی ثابت شاعر و هەروەها حەمنەت بنت جەحش ژن خوشکی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام یعنی خوشکی زەینەبی کچی جەحش زەینەبیش کە خێزانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام رأس المنافقين سركدين منافق كان عبد الله كريبي كري سلول في تنكي دروس كرت لا أودس أو سيكا ساوتي نابين عائشة خوي دوا خستو أو تبع عشكراش صفوان لقلي هاتو ديارشتي كان كردوها حسان مصطحو حمنا باوريان كرت دستيان كربا نقل كرني أو خبره عایشە ڕەزای خوای گەورەی لەبێ دەڵێ من هیچ ئاگام لە هیچ نییە جارێ هیچ شتێکم نەزانیوە گەیشتینەوە ناو شاری مەدینە ئاگام لێ نییە دەڵێ من نەخۆش کەوتووم بەهۆی سەفەرەوە نەخۆش بووم یەک مانگ لە جێگادا بووم بەس هەستم بە ساردیەک دەکرد لە پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لە هەڵسوکەوتی لەگەڵم لەو ڕۆژانەی کە ڕۆژی خۆمە و سەری خۆمە دێتەوە ماڵەوە سەلام دەکا و هەر دەڵێ چۆنیت هیچی تر نا پێغەمبەری خوا ساردە لەگەڵم عەلەیهی سەڵاتو و سەلام بەس نازانم هۆکاریشی ئاگام لێ نییە لە دەرەوە چ دەگوزەرێت خۆ کۆمڕۆ نەبووە فەیسبووک و نازانم چی و چی دنیای پتەنێت لە ناو شاری مەدینە دەم بە دەم لە یەکتری نەقڵ دەکەن و بۆ یەکتری باز دەکەن باش دەفەرمێت دوای مانگێک تۆزێک باش ببووم سەحەتم باش بوو ئاگاشم لە هیچ نییە جارێ نازانم لە ناو شار لە ناو خەڵکدا چ باسە لەگەڵ دایکی مستەح دایکی مستەح دەڵێ لەگەڵ ئەو چوومە دەرەوە بۆکوێ دەمە ئێوارە بوو دەڵێ چووینە دەرەوەی شاری مەدینە ئافرەتان زەفەریان بە شەو دەبر لە شەودا دەچوونە دەرەوە بۆ حاجەتی خۆیان و دەڵێ کە گەڕاینەوە دایکی مستەح وتی دوعای لە مستەحی کوڕی کرد و قسەی پێوت منیش وتم باشە بۆ قسە بە مستەح دەڵێ مستەح کوڕی چاکە لە جەنگی بەدر بەشداری کردووە تۆ چۆن قسە بە کوڕەکە دەڵێ ئەو کوڕە باشەت هەیە دەڵای ڕۆڵە چەند فەقیری تۆ چەند دڵپاک و ساویلکەیت ئاگات لە هیچ نییە عایشە دەڵێ وتم ئاگام لە چی بێت بۆ مستەح چی کردووە ئەی دەڵێ مستەح یەکێکە لەوانەی کە بە گەرم و گوڕی دیعایی زیناکردنی تۆ بڵاو دەکاتەوە تی زینا زینای چی باس لە چی دەکەی تۆ تی بەڵێ ڕۆڵە تۆ ئاگا لێنێ یەک مانگە خەڵکی مەدینە هەمووی ئاگادارە هەمووی بیستوێتی کە تۆ ئەو کارەت کردووە لەگەڵ چێ دەڵێ لەبیری چۆتەوە کە تۆ لە سەفرەکە دواکەوتی سەفوان تۆی هێنایەوە دەڵێن لەگەڵ سەفوان تووش بووی بە پەلە دەگەڕێتەوە ماڵەوە تەواو تووشی شۆک دەبێت
طلع أي بيغمري خو عليه صلى الله عليه وسلم چه ده گوزرت طلع عائشة شتي چي ولا أرادا هيا عائشة رضي خواه قوري لي بي ده فرمي وتم باش إذنم ده دي بسم الله ده يكوباكم ده ميو لوانش بي بيستم زام چيا إذني ده دات ده فرمي چوموا لاي مالي خومان مالي باوكو دايكم وی پرسیاریان لب کم زنم چه باسه؟ آوان دلاین چی؟ چیان بیستوا؟ چیان نبیستوا؟ فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ أي دايك خلشي دلاین چی؟ چه دگوزير لنا وشار دا؟ فقالت يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. طل دايكم وتي رولجان لسر خود با آرامد بي چونك هر آفرتك وضيئة بي جوان بيت وخوشويستيش بي لامير دكي وهويشي هبيت واتا بياوكي جنيتري هبي إلا مشاكلي بودروز دكن كتشي من بوي آرامد بيت. قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا تمباتيو بيغردي بو اخوا يعني دايك خلق ام قسيه ذكاء استا باوريان بشتيوا كردوا باس لنا وخلق. قالت فبكيت تلك الليله حتى اصبحت لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم. فرمي بدري جاي او شواد من دقريم وفرميسك درجم فرمسك من أوس ديتوا وخوب تشاوم نكوت. ثم أصبحت أبكي شو نخوتم روجش بو منهر دقريم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في عمر إخو عليه الصلاة والسلام علي كري أبي طالب بانكر لقال أسامة كري زيد شكو أسامة حب رسول الله وابن حبه خوش يستي في عمر عليه الصلاة والسلام عليش آمو زايتي ديسان خوشويستي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وزاواشيتي فرمي او دواني بان كرت حين استلبث الوحي كاتيك وحي خوا بزان خواي قبرا تاقي كرنويك بو خلق دكات حكمته مقصدي چي هيا يك مانغ وحي دانا بزيت سبحان الله ايك وحي دا بزي قضي كيك لا دبيتو خواي قبرا يك مانغ وحي نانيرت بو بزاني او خلقه چی دک هل وست یان چوند به موقف یان چوند به او خلقه چه ایمان کی دی گریت ولوی بشداریب کا و چش با لتوقی سری و تاق بنی پی دچتنا او فتنه او دبیت بشگلو فتنه یستشیرهما فی فراق اهله سبحان الله گیشت اوا پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و سلام مشاوره دکات بچه وعلي كري أبي طالب لقال شيء لقال أسامي كري زيد مشاورين بيدك رأي تانشية من عائشة طلاق دم سبحان الله يعني كار بقات أوا بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام بير لودكات أوا عائشة طلاق دم بو خلق صدك يعني بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام قماني بو دروز بو ای چون دروز نابه باش لیره یک درسی تی دایا عقیده گور پرست و شخص پرستکان لبنه و حال دوشینه چی ده زنه چیه؟ پیغمبر غیب نزنه سیر که اگر غیبی زنی با اکثر با خوی دیو دو درویه من ده زنم که نیکردو اشتیوهی نکردو درویه ستا پیغمبر نزنه آیا ام موضوع عدبه وابه اوانی نزنه کچی دچی تلای دجالک بناوی شیخاتی و دلمن دزان غیب دزانم دزانم چی روی داو چی بو چی نه بو چی ده بهو هدا دجال تو چون دزانی پیغمبر خوانی زانی علی الصلاۃ والسلام عائشه رضی اخوای گوری لی بده فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی و کار گشتوی علی و اسامی بان کرد و مشاوره ام پدکا رای تان چی من عائشه طلاق دم یانا فی فراق اهله
باب زانين هل ويستي أمدو برزا كدبه. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله. أسامة رضا إخوة قوري لبيت شيوت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خزاني تو بريئة جا خزاني من بريئ به باق به معقول خزاني تو باق نبيت. وهروها وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خزاني تو يا عائشة والله لخير زياتر لو آفرة ما النبي استوى. عائشة فرمي وأما علي بن أبي طالب فقال فرمي بلام علي قسيتي كرت بيمنا خوشبو تشيود وتي لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. أي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خواهي قورة درقائي لسر تو تسق نكردو تو بو ايمي بياو تشوارجن حلالا بو تو زياتر حلالا آفرتي تر جقل عايشة زورن مشكلة چيه. وإن تسأل الجارية تصدقك أو تصدقك أجل برسيارش لجارية عايشة بكي بريدة كخزمتكاري عايشة بو دائم لقل عايشة بو شو روج لماله لقل يبوا أو راستيت بيدالي سبارت بعائشة چه دزاني وچه نازاني. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ پیغمبر عليه الصلاة والسلام جاريه كي بانكر فرمو أي بريرة پیغمبر روجك لروجان شتيكي قماناويد بيني ولا عائشة. قالت له بريرة والذي بعثك بالحق. فرموي سوين بوي توي بحق ناردو أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام حيش تيكم لو آفرة النبيني وكا جيغاي قمان بي بلام عائشة كتيكي يعني جنيكي كم تمنى سادية فقيرة أما بلي قمانشتي خرابي لي بكم بهيت شيوازيك شتيوانية. پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دوای او مشاورانا دوای او شایتی دانی بریرا هاته مزگوتو چو سر من برو روی کرده مسلمانان فرموی ای خلچینا چه پشتیوانم دبیت لبرانبر او پیاوی که او بهتانی بو خزانم دروس کرد که چه عبدالله کروی بی کروی سلولا چه لگال مبوي او بهتاني لي قبول نكرد. اذا بيت شوار شاهد بينت استاو شوار شاهدينية. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر معشر المسلمين ايكو ملي مسلمانان اي قبولت انا بياوك لناو اي ودا بو درجة ازيتي من بدا تومتي زينا بوجنا كم دروس بكات قبولت أنا إيوه قبولي إذا كان أواه. فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا من وكو هاوسري عائشة فرموي لعائشة لخير زيادة النبي نبينيوا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا أن جاء أو بياويك تومتي ذا نبالك أو توشي غلط ببيلق العائشة لويش خير نبي زيادة لم نبيني وصفوان وما كان يدخل على أهلي إلا معي قد نشوة مالي من إلا لقل خوم نبي بتنها نشوة. أما ش درسيك ببرا كانم دروز نية بياوي بيقانا بشيته مالك تنها آفرتي لي وبياوكي لبينيه دروز نية غلطة. بوي بيغمر عليه الصلاة والسلام دفرمي قد صفوان ببي من نشوة مالي من هل لقل من بوا كوتاركي دا أهلي مزقوت أهلي مدينة لقال مهاجر كانش أهل مدينة دو صنفن أوسو خزرج أوسو خزرج استا عبد الله كروي بي كروي سلول أهل مدينة لمهاجرين كان نية. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك
منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمي أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام سعد هلسا فرمي أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أجر كسروكوزي أوسبو فرمي أجر أو كسي أو تومتي داوة بالخيزاني تو لأيما ضربنا عنقه أجر لأيما بوايا والله لم لي من ددا طوى أجر لعشيرة خزرجيشة أول أخو ما نونايكين بس تو أمر ما بيبكي واش لم لي ددين وم لي دبرينين تسيري رولي شيطان كان ليرك ديتا بينوا أما شيء أو قصي كرت سعدي كري معاذ بحش أي سرق عشيرتي خزرجي كان شيء سعدي كري عبادة هلصا بيعيش تاجيبه وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية لقالوا ده بيعيش هكا بلام عصبيته دمارجيري قرتي روي كرد سعدي كري معاذ وتيكا لأيما بتو دي سريدة بريني دروت كرت حدد نبيتو بي كسيق لعشيرتي ايما بكوجي سبحان الله استا سعدي كري معاذ لسر چي بجواباتو سر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام اي برانبر چيش بجواباتو برانبر سر كردي منافقه كان كشي سر كردي خزراج رئيس عشيرتي خزراج كبياوي چي صالحه اوش تاني همو لبير جوا عصبيتي عشائري قرتي وتي كزنيا دزبو بياوي چي عشيرتي من بره سبحان الله دستيان كربا يعني لناو مزقو دا دنك برزبو لبيني هردو چيان دا كاوش ناخوش بو انجا صحابي چتر هستا وسيدي كوري خضير فرموي كا كورمامي سعدي كوري معاذ بو وتي والله اي سعدي كوري عبادة تو دروت كرت وتو راستد نكرت بلى والله في عمري خواري صلى الله عليه وسلم فرمان من بيبكى لملي يدين وسري لذكينوا بارحال في عمري خواري صلى الله عليه وسلم هي دي كرنوا فيوتن بيدنقبن أمل الشيطان ويا أو شيء شيء كذا رويدا أستا عايشة رزق إخوة جوري لي بده فرمنيش لو ديوا شكون مزق مالي في عمري خواري صلى الله عليه وسلم يعني شو أستا أو ديو من هي ودرجة كيتي أم ديوش مزق وتأ وابوا فرمي منو تم تشي رويدا بهوي منو استا ابو خريك الصحابه بيكتر وربين في عمري خوا خفت باركرا طعني لي درا فرمي منش ايش بس قريانا لا دسم كروبا قريانو بيتعقد بومو خفت مدخورت دواي اوا كبي عمري خوا عليه الصلاه والسلام بيدن جيكرنوا بلا من لقرياني خوم بين دنق نبوم وبردوام بوم لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم بردوام خفت من دخوارت باكو دايتي شم ديان بينيم كا من آوا تيك شوم وضع مزور تواونية لام دا نشتبون ودليان دادام دل لو كا تدابوم استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها أفرتكي أنصاري إذني ورق البيت جورة وبولام مولاتم داوتم ورا هاتو دسي كربا قريان فرمي إما لو حالة دابوين بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام هات جورة وبولاما هاتو ولم يجلس عندي بلام أو كاتا هات دانشت لام كدانشت رضي صلاة والسلام إخواي قوري لسر بيت و باسي كركا خلق تشد الله يبتشينا على سبارد بابتا ومانجي تشخواي پروردگار بو تاقي كرنوي أو خلقا وحيدانا بزاندوا فرمي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هاد بصراحة بيوتم فرمي أي عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا من بيام قيشتوك سبارد بتوتو آوات كربي وآوات كربي فإن كنت بريئة فسيبرئك الله اگر پاک بی والله اخوای گورا براءتك در دخات وان كنت الممت بذنب اگر تاواني شت کرد بی اي عائشه فاستغفر الله وتوب اليه اي عائشه داويلي خوشبون اخوای پروردگار بك توبه بك وبقرروا سبحان الله سيري او رحمته سيري او
يعني سنگ فراواني و دل قوريي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام نچو جنهو پی بدا نچو قصي سوكو ناشيرني پی بلا نچو لي بدا یا داري كالمال پیت الله اگر تاوانت کردو داوالي خوشبون نخواه پرودگار بکا و توبه بکا و بقره و لا اخوة فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. فرمي أي عائشة إنسان كتوب تواني كردو داني ناب تاوانك توبي كرد خواي جورة توبي لقبول ذكات إخواي جورة توابة توبي عبدك قبول ذكاء غفور ورحيمة ما دام لجيان داي توبك إخواي جورة توبة لقبول ذكاء. عائشة رضي الله عنها بده فرمي جاك في عمر إخواني عليه الصلاة والسلام قصة كي خوي تواو كرد قال صدمعي فرمي فرميسكم وشكبو قريانم نما فقلت لأبي بباوكموت أجب عني رسول الله. طبعا عائشة أم قصيب يا عمري بينا خوش أو توقعي ندكر في عمري خو عليه الصلاة والسلام أو أجر دابني أجر تاوان تكر دوا أستغفر الله وتوب بك توقعي ندكر في عمري خو صلى الله عليه وسلم وأبله. عائشة فرميتم أي باوكا لجياتي من ولامي بيغمبر دوا عليه الصلاة والسلام من ناتوانم أبو بكر دتواني والله من بيغمبر داتوا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه فرمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله. أبو بكر قلت والله من نازم چي با بيغمبر يخوا بلم جوابي چي بدا مورولا چي بيبلم تلروم كرد دايكم وتم أي دايك لجياتي من ولامي بيغمبر يخوا بدروا عليه الصلاة والسلام فرمي دايك شموتي والله رولا من نازانم چي والله بدموا. انجا عايشة رضي اخوة قوري لي بي دا فرمي دواي اوا وتم چاك دا زانم اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام تو اود بيستوا كخلق دي لي حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به دا زانم اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام توشو باو چشمو دائي چشمو خلچش اوشتتان بيستواو لدلشتان دا چسباو باورتان بي کردوا لبر أوى فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة أجر بلين من باكم أما بهتانا خواج دزانك باكم لا تصدقوني بذلك إيه باورم بينك وإن اعترفت لكم بأمر أي أجر بهتانك بوخوم كم بلين باش وام كردوا داولي خواج بندكم وخواج دزانك من نم كردوا لصدقتموني أو لتصدقوني لا تصدقونني استا باورم بيدا كان كبهتانا كبهكم كم جباورم بيدا كان سبحان الله لكاتي في ندى اوا خلق باور براستيناك بلام درو چون اگر اگرق لپوش بردي چون دروا بسريعي اوا دروات واني والله ما اجد لي ولكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. عايشوتي من هيك كثير نالم إلا أو نبيك يعقوب باوتي يوسفتي فصبر جميل صبر دقرم آرام دقرم والله المستعان على ما تصف. خواي قورا اشتواني منا جيقاي أرمتي منا داوي أرمتي لأخوا دكم لسر أو قسانيك بومنيان هالبستوا. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي فرمي تو توانيه تمنما تم بالكوتم لسر فرشكي خوم تاقت مني لقل كس دانش مقصبكم. قال وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي مبرئي ببراءتي. طلع من طرنيام كمن بريئ ملوشتا وخواي قبرج إلا باشيتي من دردخات ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى. هل دمزاني خواهي قورا دفاع عملي ذكا بس نم دزاني بو درجايا خواهي قورا آيتي قرآن دابا زينيتو لقرآن دابا مينيتو تاروجي قيامت مسلمانان بيخوينو باچيتي من يام بو درجي نم دزاني خواهي قورا او بو من ذكا من دقاما او درجايا بلا دفرمي ولشأن كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيه بأمر يتلى. خوم زور لو ببشوكترو كمتر دزاني كبر وردقار لسر عرشوا أو هم آيات داب زيني سبارد با درخستني باچيتي من
توقع من ذكرت تمو لواني بي عمر اخو اخويك ببيني لخوي دا بي بوتركا خزانه باكه مثلا اما بو درجين نمدزاني ان جعفر مي فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من اهل البيت احد حتى انزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فرمي والله يا عمر اخو عليه الصلاه والسلام لشويني خوي خلصت وكس لواني لنا مال دابون كز نشو دري تاوك خوي غورا ايات القران دا بزان دخواره وا هست مانكر پیغمبر خو وحي بودت چك ديار بو تيك دچو پیغمبر خو صلى الله عليه وسلم دكوت الارزين هست مانكر پیغمبر خو وحي بودت او مانگك وحي نادو فرمتا هدي بو صلاه والسلام خو غوري لسربه دعايك وحي كي بودا بزي فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك كأو نارحتي لسرلات ونارحتي قرسيتي دابزيني وحي في عمري خواه دستي كلبه بيكانين صلاة السلام يخواه يقول لسر كاتك بيكاني فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك فرمي مجدبي يا عائشة خواه يقول باجتي خواه باجتي توي درخست تبري أي كردي فقالت لي أمي إن جا دايكم يكسر لخورشيا فرمي قومي إليه دهسته هل سراكب ولا بيغمر إخوة جملة دستو قاتل بيغمر ماسكا فقلت والله لا أقوم إليه تمسوين بأخوانا كم بولاي بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني قبل من تورم لبيغمر صلى الله عليه وسلم وأوش كيستا در خرامن باكم وكو أو آي بلخو آزاتي بيغمر نيا صلى الله عليه وسلم أما أخواي قورا باكيتي مني دار قست فقلت والله لا أقوم إليه والله ناكم بولاي بيغمر صلى الله عليه وسلم ولا احمد الا الله وسباسي كستناك مي بيغمبريش الا سباسي خويا غور ذاك لا احمد الا الله هو الذي انزل براءتي او باچيتي مني دا بزاندو دري خست قالت فانزل الله عز وجل ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم او ايتاني دا بزانت او دايتا 10 ايات فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات براءتي قالت فقال ابو بكر وكان ينفق على مصلح أما قصيك دريجة كيتي بو سبي إن شاء الله بلام أويك جرينج بيليرة شيئا قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري فرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام لوانيك مشاوري بيكردبون يشيك بولا چه جنكاني خوي خزانكاني خوي كزينبا زينب جوان بوزور عائشة ده فرمي لنا وجنكاني بيغمري خواد عليه الصلاة والسلام زينب منافسة مني ذكرت زينب ده فرمي بيغمري خواد عليه الصلاة والسلام برسياري لزينب كر زينب رأي چي سبارت عائشة توقعي چي دكي أم خبري كبلاوبة ولا سري فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري الزينب ببيغمبري وتبو عليه الصلاة والسلام أي بيغمبري خواه من جوة كشم دا پارزم لوي بهتاني چي أواي بي ببيستم وچاويشم دا پارزم لوي كمن سيري واقعي چي أواي بي بكم والله ما علمت إلا خيرا والله لخير زياتر سبارت بعائشين نمبيستوا يعني أو فرصته فرصته چي قوربو بو زينب بي قوزته بو خوي أو هلا بي قوزته بو چي بو أواي كا أها لتراز وكذا استاو برز بيتو عائشة داب كويت بلام چشتي باراستي عصمها الورع تقوى إخوة زينبي باراز لوي قسيك بكات كوانا بيت و في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في لبيش جاو بكويت دفرمي اويك لناو چوتي ايدا توشي فتنبو زينب نبو خوشککی بو شری بو زینب دکرد حمله کی جحش یعنی خوش چی زینب شری بو زینب دکرد چون واب کا عائشه بکوه بلام زینب برز بیت ولای پیغمبر خو علی صلی الله علیه اما نه هیله نا وفلتاندا فرمه آیته کاندا بزین و درکوت کمن پاکم الحمدلله و چوار کسیش حد قذفيان بسرد التطبيق كرا هشتا جلديان لدرا هريكيان عبد الله كريبي كريسلول
حساني كوري ثابت ومصطح وزينبي عفوا حمني كتي جحش افرتي كوسيبياو يجي هشتاد جلدان لدرا لسر او بهتاني ككرديان او تومتان داي بال دايشي ايمان داران رزاي خوي برلغاري ليبي چيما بودر كود براكم لود اوت بودر كود دائما فتنة كان منافقة كان درستي ذا كان دجدينة كان بيدينة كان ملحدة كان بلان بداخوا مسلماني ساوي الكدبيت الجسريك أو تومتا دا قوازيتوا نازانت أما خطيك دجمناني إسلام دايدنن بولك دار كردني مسلمان توي ساوي الكا ما بجسر أهم زانة زينب وتيشي وتي أحمي سمعي وبصري أبدا من خوم دا بارزم چون قصلا اشتي وادا ذاكم چون اشتي چي وادا لهم وحكمتي اشتي اخواي قورا وحيدانا بزاند وتمان بو اوي خلق در كويت چه ايمانكي دي قريتا وا چه ايمانكي وان دل آوازا دا كويتا ناوي وا خواي قورا پنامان دا اخير ما خير كا لمن ببوري بختوري دنيا قيامت مامكا جا او دا آياتي كا هات اخوارا واس بين تفسيركي دخوين ان شاء الله يعني لا درسي دا هاتو ما بستم وصلى الله وسلم على رسول الله بارك الله فيكم.